تستكمل سلطنة عمان وشقيقتها مملكة البحرين رباط القرب وتعقدان على مدار الزمن وثاقهما المتين، فلا يبتعد البلدان إلا بمقدار المسافة، لكن العلاقات تبقى راسخة بفكر قائديهما ويزيد عليها تلاحم الشعبين العزيزين. ولأن تشمخ أعلام قلاع المحرق وعراد في سماء العلاقات تقابلها رايات قلاع الجلال والميراني بشعار السيفين والخنجر الذي يتمنطقه رجال البلدين في مناسباتهم الوطنية ويعرضان بهما فنون العاز والطار، مفاخرين ببلديهما مستشرفين المستقبل في تواد وتلاحم بأمجاد رسخ جذوتها التاريخ وزاد عليها في كل حقبة قادة بنوا ما نحوزه اليوم من تآخ وما سننجزه في المستقبل كمسار لنمو هذه العلاقات ورفعة شأن وطنينا. يمضي البلدان وفي كل ساحل بهما ميناء كان العلامة الدالة على تلاقي الشعبين، فحينما ينادي البحريني لمن السفائن والعباب وراها يجيب صوت العماني: إننا بكم سنعمر هذه العلاقات ونطورها. فالمشترك سيظل كما كان وسيبنى عليه، وإن سياسة بلدينا قد صقلتها اجتماعاتنا المتوالية وتلك التي حضرناها سويا مع أشقائنا العرب وحتى التي ضمتها ردوهات الأمم المتحدة، جميعها شهدت لكلينا بتوازن الفكر وسماحة المنطق وحيادية الرأي وقوة ما ندعو له في قضايا الأمم ورجاحة المسائل الحقة، وبأن الدخول مع الآخر لا يكون إلا استنصارا لصواب التدبير وعدالة الحجة وحصافة الأمر حين وقوع الخط. وهذه السياسة بين بلدينا دأبنا عليها مجتمعين طوال السنين، وكانت حجر الزاوية لدبلوماسيتنا التي جعلت من الآخر يقر لكلينا بسداد الرأي، ولعاصمتينا محطات سلام يؤخذ منها ما يجعل الأمر هينا عند اشتداد الموقف وسببا لتبديد أي احتدام حين وقوع الاختلاف. ولأن العطاء من شيم الكرام كانت الساحات الدولية شاهدا على ما عملته مسقط والمنامة في مواقف السخاء، شيدا معا جسورا من التعاطف مع المحتاجين وبنيا رقي الإنسان وحده دون النظر لماهيته بقدر ما كان الواجب هو المحرك والمبتغى الذي حقق الغاية لجعل البلدين تتفاعلان مع قضايا محيطهما. وكان الإنسان فيهما هو الأساس للدخول إلى عوالم المعرفة، أسهم معا في ثراء التجربة الثقافية العالمية بفضل ما حازاه من تاريخ ضارب في القدم وتراث استمسك به الإنسان، وكان شعبين علامة فارقة في طيب الأصل مقدمين نموذجا لرفعة الأخلاق حين التنابذ، مادين أيديهما دائما لخير الإنسانية، وزادا في المحتوى العلمي والتقني بمقدار الكم الذي أفردته أمهات الكتب عن ربابنة البلدين وعلمائهما وأدبائهما وشعرائهما والنابغين الذين خطوا دواوين حب الأوطان وأسهبوا في الحراك البشري، معززين المعرفة العالمية، مساهمين في الإنتاج الدولي في المجالات الدينية والأدبية والعلمية والثقافية وغيرها من صنوف وضعوا فيها بصمتهم المشهودة. وكانت الهوية المتشابهة بين الشعبين هي السمة التي يتصفان بها مقتربين كثيراً من خلالها بعديد المفردات، فحين تسكب عين عذار البحرينية ماءها غدقاً لذة للشاربين يستسقي العمانيون بمياه أفلاجهم، فالعلاقة لن تضمأ بيننا أبداً وسنظل شعبين نغدق عليها سبل النجاح والاستدامة ونعمل بما أوتينا من قوة على استمراريتها. فاللجان المشتركة تشد حبل الوصل في كل مدة لا ترخيه أبدا، يأخذ بأطرافه شعبان معطاءان لتتبارك مشاريعهم وتنمو وتكثر بيننا الاستثمارات في كل عقد، ويقتربان عند كل موضع دون أن يتنافسا إلا لرفعة وعزة وطنيهما.
وحين نستدعي التاريخ ليشهد على علاقتنا، تحضر حضارات دلم ومجان وقوافل اللبان وحتى مراكب اللؤلؤ ومذاق الحلوى يتقاسمان فيه مشتركا، ينبئ عن علاقة شعبين يعتدان بما يختطه قادتهما، ليزدهر هذا التواصل ويتشربه جيل بعد جيل، منافحين حوله عن كل مختلف، مقاربين به المسافة القصية بين مسقط والمنامة.